لازم يترد على هذه الاخبار بصراحه. يعني بالتحديد سوبر كوره بتتكلم عن المجلس الاهلي بيبحث عن لغز او حل للغز لاسارتي بالمباريات القويه. هو النادي الاهلي يا جماعه من امتى بيحاسب المدير الفني بالقطعه؟ يعني الراجل ماشي بشكل ما شاء الله كويس جدا في بطوله الدوري، ممكن ماشي بعض المباريات الافريقيه، الراجل لعب ثلاث مباريات خارج الارض، اتعادل مباراه وخسر مباراتين. اخر مباراه بالتحديد امام بيتا كلوب الاهلي كان اداؤه جيد لكن ما كانش موفق في الفوز، وكمان ما كانش موفق في استقباله هدف موفق جدا لفريق بيتا كلوب. الموضوع مش بالقطعه خالص في النادي الاهلي، وده اللي اتعودنا عليه على مدار السنوات والسنوات العديده الماضيه. النادي الاهلي بيحاسب بفتره زمنيه معينه بالموسم بالتحديد، اكيد يعني قايم المدير الفني اخر الموسم يشوف هل هو بطموحات النادي بشكل عام في تحقيق البطولات او كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي ولا لا. لكن مفيش حل للغز، ويمكن في سياق الخبر كمان متكلمين على ان بعض اعضاء مجلس الاداره مستغربين بعدم الدفع ببعض اللاعبين في مباراه كانت مهمه زي فيتا كلوب. اعضاء مجلس الاداره ما اتكلموش في الكلام ده اطلاقا اطلاقا، مش دول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي اتكلموا، او مش ده النادي الاهلي اللي بيحصل فيه يا جماعه الكلام ده. ممكن يحصل في انديه ثانيه، ممكن اعضاء مجلس ادارات رؤساء انديه يتدخلوا في التشكيل، يتدخلوا في تجريبات بعض اللاعبين، يقولوا ده ليه شارك ليه ما شاركش، لكن في النادي الاهلي ده عمره ما بيحصل خالص. النادي الاهلي سواء مجلس الاداره، الجهاز الفني، اعضاء مجلس اداره، اي حد مسؤول في النادي الاهلي عارف دوره بشكل كويس جدا. التدخل بيكون امتى؟ ده بيرجع لرئيس النادي الاهلي والمشرف على الكره الكابتن محمود الخطيب، هو ادرى واحد امتى ممكن يتدخل في حاله ان الاداء سيء او النتائج سيئه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الفتره اللي فاتت لو هنحاسب على الفتره اللي فاتت كلها، لا، راجل اكثر من رائع مستر مارتن لاسارتي، مدرب كبير جدا ومبشر جدا جدا. ممكن بعض الجماهير طالما شويه ان الاهلي يكسب بره ارضه، هيحصل ان شاء الله يعني باذن الله الفترات الجايه النادي الاهلي هيكسب بره ارضه بشكل جيد زي ما كنا بنشوف قبل كده. لكن مع الوقت باذن الله الراجل يكون اصبح عنده الالمام الكامل بالامور او بامكانيات اللاعبين بشكل اكبر من كده كمان، ويقدر ان هو يوظف بالشكل الانسب، ويقدر بالتالي ان هو يفوز في اي مباراه ياخدها. لكن انت في نفس الوقت بتقابل فرق قويه في مجموعه قويه جدا سواء سيمبا التنزاني، رغم ان انت كنت كسبت هنا 5-0 المباراه طبعا خارج ارضك تبقى فيها ظروف اخرى مختلفه، سواء طبعا فريق فيتا كلوب، فريق وصل نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت وخسروا بفرق هدف مع فريق الرجاء المغربي، فبالتالي فريق قوي جدا. شباب الثوره فريق قوي، والدليل على كده ان هو متصدر المجموعه بعد الجوله الخامسه. يعني انت مش هتلعب لوحدك، وارد ان انت تكسب وارد ان انت تخسر. المطلب الرئيسي لجمهور النادي الاهلي ان انت تكسب دايما، لكن في نفس الوقت مجلس اداره النادي الاهلي ما بيحاسبش الجهاز الفني بالقطعه اطلاقا. مش بعد كل مباراه ممكن يقعد يحاسب المدير الفني او يشوف ايه اللغز ان الراجل ما بيكسبش المباريات الكبيره. هي المباريات الكبيره اللي لعبها لحد دلوقتي، كل المباريات دلوقتي كلها كبيره. الراجل كسب 9 مباريات من اصل 10 في بطوله الدوري، خسر اول مباراه امام بيراميدز كان لسه جاي من يومين، تمام. كل المباريات بعد كده كلها كسبها في بطوله افريقيا، كسب كل المباريات او كسب 3 مباريات، تعادل مباراه وخسر مباراتين. فبالتالي مش عايزين نضخم الامور، بعض الناس بتحاول تضخم الامور عشان تهد من استقرار الفريق، مش عايزين نديهم فرصه للقصه دي خالص. يعني كمان نفس الموضوع يورو سبورت عربيه، هو عنوان كوميدي في الحقيقه، يعني اللي هو الاهلي يستعد ليوم الحساب مع لاسارتي. طب مش عارف اقول ايه بصراحه، حاجه غريبه جدا. هو الراجل عشان خسر مباراه او خسر مباراتين، بلاش مباراتين، خسر 3، الاهلي هيحاسب مستر لاسارتي ويشوف بقى اموره ماشيه ازاي. وكمان من امتى بنشوف الاهلي بالطريقه دي؟ مفيش الكلام ده خالص في النادي الاهلي يا جماعه. زي ما قلت لكم انت بتحاسب الجهاز الفني بعد فتره زمنيه كبيره، الراجل ما بقالوش شهرين مع النادي الاهلي، ورغم تواجده في الشهرين دول الناس حاسه باختلاف كبير في مستوى النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه، تطور في الاداء، تطور في اداء بعض اللاعبين بالتحديد. انت عندك كريم نيدفيد كان فين؟ كريم نيدفيد دلوقتي ما شاء الله احد نجوم النادي الاهلي، والاهلي هيتاثر بشكل او باخر بغياب كريم نيدفيد في مباراه الزمالك. يعني جه الوقت اللي جمهور النادي الاهلي زعلان ان كريم نيدفيد هيغيب عن مباراه الزمالك، ده بسبب ايه؟ بسبب ان راجل زي مستر مارتن لاسارتي اكتشف قدرات هذا اللاعب وقدر ان هو يوظفها بالشكل الصحيح، واللي نتج عنها تالق كريم نيدفيد واحرازه اهداف كمان وتالقه في نص الملعب بالتحديد. غير كريم نيدفيد عندك محمد هاني بيتالق بشكل كبير جدا، كان بيتالق سابقا لكن اصبح اكثر توهجا في عصر مستر مارتن لاسارتي. عمرو السوليه كان نجم كبير جدا، عايزين تقولوا لي حاجه يا جماعه؟ قولوا
عمرو السولية كان نجم كبير جدا جدا مع النادي الاهلي على الفترات على مدار الفترات الكبيره الماضيه، بس ما كناش او مش ده كان مستوى عمرو السولية. لما جه مستر لاسارتي بان قدرات عمرو السولية عامله ازاي، شفنا اهميه هذا اللاعب في صفوف النادي الاهلي. فبالتالي الراجل ليه بصمات حتى لو في فتره وجيزه شهرين، ليه بصمات كبيره جدا واضحه على فريق النادي الاهلي. مش معنى انه خسر مباراه يبقى يوم الحساب بقى جه ومجلس الاداره هيجيب بقى لاسارتي والجهاز الفني ويقعدوا بقى، وانت انت ازاي نخسر مباراه فيتا كلوب، وازاي مش عارف ما تخليناش نتاهل بدري بدري في بطوله افريقيا. مفيش الكلام ده خالص في الاهلي يا جماعه. مش عايزين الاخبار اللي هي تهبط او تخلي جمهور النادي الاهلي يقلب. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان الحركات دي او الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده مش هيأثر خالص على مسيرة النادي الأهلي اللي ماشية بشكل جيد جدا. ممكن تخفق ماتش، وبالمناسبة انت خسرت مباراة فيتا كلوب لكن لسه التحدي ما خلص. التحدي بالنسبة لك ان انت تفوز بالبطولة مش بس تتأهل. النادي الأهلي ان شاء الله يفوز في مباراة تشعيب الثورة، بعد كده يكمل التحدي للآخر من خلال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق هذا اللقب التاسع. فبلاش نركز في الكلام اللي ملوش لازمة خالص من بعض المواقع، بصراحة حاجات غريبة جدا جدا جدا. وهم بالمناسبه صحيح اللي كانوا بيشكروا في مباراه او المباريات الماضيه يعني بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي، مش عارف المقياس بيبقى بالنسبه لهم ازاي بعد كل مباراه. يعني الراجل كسب، يا مستر لاسارتي ده جامد قوي، الراجل خسر، يا الراجل ده لازم يمشي، مدرب مش كويس، ويوم الحساب جه في مفيش الكلام ده خالص. يعني اخبار ساعات بتبقى مستفزه، بس احنا بنحاول هنا قدر المستطاع ان احنا نرد على هذه الاخبار ونعرف كل جمهور النادي الاهلي بما هو صحيح والامور بتمشي ازاي داخل جدران القلعه الحمراء. وجمهور النادي الاهلي مش محتاج انه يعرف، هو متعود دايما ان النادي الاهلي بيسير بالشكل الجيد من خلال مجالس اداراته كلها، مش مجلس الحالي بالمناسبه، كل مجالس اداره النادي الاهلي عارفين المبادئ والقيم والاسس اللي من خلالها بيدار النادي الاهلي في مختلف اللعبات كمان، مختلف الاصعده سواء انشائيا اجتماعيا رياضيا. يعني كل الكلام ده معروف بالنسبه لجمهور النادي الاهلي.